السادة النواب عليكم أخذ مقاعدكم. الآن نستأنف المناقشة، يتفضل سيادة النائب محمد سليمان بالحديث. سادة لحظة سلامت
الآن في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تفضل. شكرا دولة الرئيس، واسمح لي في البداية نتقدم بخالص الشكر سيادة المستشار إبراهيم هنيدي على التقرير الوافي والمتميز، والذي أعتقد أن هذا التقرير سيسطره التاريخ بأحرف من نور لما تناوله من تفاصيل مهمة لاستيعاب ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة سيادة النائب إيهاب الطماوي على هذا المجهود الكبير الذي امتد على مدار 14 شهر من العمل المضني لإخراج هذا المشروع في صورته المعروضة على مجلسكم الموقر. واسمح لي سيادة الرئيس، باعتباري رجل لست قانونيا ولكني رجل سياسيا وبحثت كثيرا في هذا الأمر، ووجدت أن جودة التشريعات يجب أن ينطبق عليها 5 معايير: المعيار الأول وهو الموائمة، المعيار الثاني وهو الملائمة، ومعيار الفاعلية، وكفاءة التشريع، ودوافع التشريع. وفي الحقيقة وجدت أن هذه المعايير الخمسة متوافقة تماماً مع مشروع القانون المعروض اليوم. هذا بالإضافة إلى أنني لم أجد مشروع قانون وجد أو كان عليه هذا التوافق من كافة الطوائف السياسية والاجتماعية والقانونية والسياسية. فهناك توافق عام حتى من المعارضة والمؤيدين. لذا أرى أن هذا المشروع حقق الكثير والكثير، بل نقلة نوعية في قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن القانون الحالي عام 1950 هذا القانون كان متوافقاً مع دستور 23، ووجب علينا كنواب تعديل هذا القانون حتى يتماشى مع الدستور الحالي. سيادة الرئيس، أفتخر كوني عضواً في هذا المجلس الموقر، وعليكم جميعاً أن تفتخروا بهذا القانون، وعلى الشعب المصري كله أن يفتخر ويطمئن لوجود نواب مثل حضراتكم في هذا المجلس الموقر. لذا سيادة الرئيس، أبدي موافقتي المبدئية على هذا المشروع، وأدعو السادة الأعضاء جميعاً الموافقة عليه. شكراً. شكراً سيادة النائب، وأنوه لحضراتكم جميعاً أن من لم يتحدث أمس أو اليوم فالفرصة مستمرة، ولن نغلق الباب في المناقشات إلى الجلسات القادمة أيضا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين السادة نواب الشعب وممثلي شعب مصر العظيم، وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري. هذا هو الحوار المجتمعي، لأن حضراتكم جميعا تمثلون الشعب المصري بأكمله. كأن من يطلع على أحكام الدستور ويتفهمها جيدا يفهم أن الجالسين الآن هم كل الشعب المصري. أنتم نواب الشعب المصري الذي اختاركم بإرادته، والدستور ينص على ذلك. في بداية أحكام الدستور ينص على أن السيادة للشعب، وأنتم بالتالي تمثلون هذا الشعب العظيم. فالحوار ممتد، وأطمئنكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون، وأنا لن أقول رأيي فيه، أنتم أصحاب الرأي وتتناقشون فيه بحرية كاملة، والمدة ممتدة فضلا عن المدة التي أمضيناها فيه وهي قرابة 2 سنين. لم يحدث في مشروع قانون من قبل أن امتد الحوار والمناقشات مثل هذه المدة.
أقولها بصوت عال، هذه هي المرة الأولى طبقا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل جميع الجهات ذات الصلة، فضلا عن أنني في ختام أعمال اللجنة الفرعية دعوت جميع رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض السادة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلي الهيئات البرلمانية داخل مجلسكم الموقر، وكان الجميع ممثلا داخل اللجنة بشهادة السادة أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب، السادة الحاضرين الأساتذة الأفاضل، ومنهم من الحاضرين سيادة النقيب عبد الحليم علام نقيب المحامين، ونحييه على حرصه على الحضور هو والسادة أعضاء اللجنة الفرعية، ويشهد سيادته وكذلك أمين عام النقابة السيد محمود الدخلي، نشكرهم جميعا وأساتذة الجامعات وجميع الهيئات والجهات. وفضلا عن ذلك وفوق ذلك، فقد قلت في بياني في بداية عرض مشروع القانون، مع ذلك سوف نتلقى جميع الاقتراحات والتعديلات. هل بعد ذلك قول؟ يعني أنا أرجع إليكم، سوف نتلقى ومستمرين في تلقي جميع الاقتراحات من المواطنين ومن جميع الجهات داخل مجلسكم الموقر، وتقومون بعرضها نيابة عن المواطنين والجهات التي ترسل إليكم اقتراحات حين نناقش التعديلات. سوف نفسح المجال في المناقشة والحوار من حيث المبدأ، لن ننتهي اليوم، سوف يستمر عرض المناقشات والحوارات والآراء. هل بعد ذلك يعني طلبات في هذا الصدد؟ وأنا بذلك أطمئن جميع من قالوا برجوع القانون إلى الحوار المجتمعي، هذا هو النموذج الأمثل للحوار المجتمعي الذي نص عليه الدستور وهو مصدر الإرادة الشعبية. ف دستور مصر هو يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة طبقا لأحكام الدستور. الآن ننتقل إلى السيادة النائب نادر مصطفى. مستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، فصل جديد من حكاية وطن بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها، قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950 بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية بفكر سياسي وقانوني وحقوقي راقي وبأسلوب فريد ومتطور. نحن أمام عمل متكامل بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، شارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل له مجلسكم الموقر كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية. وكأن مجلس النواب يغزل بخيوط الحقوق والحريات الأصيلة لينسج بها ثوباً راقياً للعدالة في مصر. سيادة الرئيس، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وإنه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا. سيادة الرئيس، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، استحدث حق التقاضي على درجتين في الجنايات. تفضل.
وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، قيد سلطة المنع من السفر، أقر التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، وأخيراً وضع حداً للحبس الاحتياطي. أختم حديثي بالتأكيد أن العدل القائم خير من العطاء الدائم، فكل الفضائل تتلخص في العدالة. شكراً جزيلاً. شكراً سيادة النائب علي بدر. شكراً معالي الرئيس. الحقيقة معالي الرئيس، قانون الإجراءات الجنائية الأول ده أحد فروع القانون العام من النظام العام، اللي هو فروع القانون العام بتقول إن الدولة موجودة بوصفها صاحبة سلطة وسيادة. فكون إن الدولة صاحبة سلطة وسيادة في قانون الإجراءات أن تترك هذه السلطة والسيادة من الثقة للجنة الفرعية والمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب اللي هم اللي يشرعوا هذا القانون، فده حقيقة يأتي في منتهى الديمقراطية إن الدولة بتترك قانون الإجراءات للجنة الفرعية. وأنا بشكر اللجنة الفرعية برئاسة زميلي العزيز النائب إيهاب الطمو وجميع أعضاء اللجنة، وبشكر سيادتك لأن الثقة لما تبقى موجودة عند الحكومة، وأنا بشكر الحكومة على هذه الثقة في مجلس النواب، فده دليل أن مجلس النواب يرأسه قامة دستورية كبيرة جدا، وأعضاء مجلس النواب عندهم الثقة والوعي لكي يقوم بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية. فلا بد أن يعلم الجميع أننا من وضعنا دساتير وتشريعات دول عديدة جدا، وهم من يقوم حاليا بتطبيق التقنيات الحديثة، فكان لزاما علينا من وضعنا لهذه الدول أن نقوم بتطبيق التقنيات الحديثة في الدولة المصرية في ظل النجاحات والتطور الكبير للدولة المصرية. قانون الإجراءات الجنائية تضمن إن الإعلان يتم طبقا للتقنيات الحديثة زي ما دول كتير جدا بتطبق، المحاكمات عن بعد، وده يعود يا معالي الرئيس على الاستثمار والمستثمرين. النهارده لما المستثمر يتابع جميع إجراءاته القضائية والجنائية عن بعد، فأعتقد ده هيساعد على توفير المناخ في الاستثمار، وهذه أهم قضية موجودة في قانون الإجراءات الجنائية. تفضل. العالم كله معالي الرئيس بيعتمد على الاستثمار عشان يبني دول. الحقيقة أيضا قضى على ظاهرة كان بيعاني منها المصريين لسنوات عديدة، وهي ظاهرة تشابه الأسماء. النهاردة لما يبقى في سجل لكل مواطن هنقضي على هذه الظاهرة. أيضا تحقيق الضمانة الكبيرة إن المحامي يستطيع إن هو يمارس عمله أمام القضاء بكل حيادية وكل ثقة، زي الحصانة الموجودة لأعضاء مجلس النواب إن هم ما بيتحاسبوش عن جميع أقوالهم داخل المجلس. أعتقد دي ضمانة كبيرة جدا. الحقوق والحريات، النهاردة في دول كتير جدا بتتحدث عن الحقوق والحريات، لكن إحنا عندنا الحقوق والحريات أصبحت مصونة بالدستور وبالقانون، فده أمر في غاية الأهمية تضمنه قانون الإجراءات الجنائية. العديد من القضايا الكبيرة جدا اللي إحنا قعدنا نعاني منها فترات طويلة لمدة 74 عاما تم التصدي ليها من مجلس النواب بناء عليه. بناء على معالي الرئيس، أنا بوافق على هذا القانون، وبشكر حضرتك إن حضرتك اديتنا إن إحنا نعيش هذه الأحداث واللحظات التاريخية ونكون مشاركين في وضع قانون الإجراءات الجنائية، أنا وجميع زملائي النواب. وأعتقد إن ده هيكون ليه أثر إيجابي كبير جدا في المرحلة القادمة على بناء مصر الحديثة وعلى وضع مصر بالنسبة لدول العالم. شكرا معالي الرئيس. شكرا سيادة النائب أحمد مقلد. شكرا سيادة الرئيس. لحظة تاريخية يعيها كل شخص مهموم بتحقيق العدالة الجنائية في الدولة الوطنية المصرية. الحقيقة النهاردة هتكلم وتحدث بصفتين، الصفة الأولى كممثل عن الشعب المصري تحت قبة هذا المجلس الموقر، والصفة الثانية كرجل قانون مهموم بتحقيق العدالة الجنائية في الدولة الوطنية المصرية. ولا عدالة جنائية بلا مشروعية إجرائية، لذلك أهل القانون سموا هذا القانون قانون الإجراءات الجنائية أنه بمثابة الدستور الثاني للبلاد.
سيادة الرئيس، التاريخ والسياسة والدستور حاضرون اليوم في مناقشتنا. تاريخياً الدولة الوطنية المصرية ابتداءً من العام 1875 كان لديها قانون تحقيق الجنايات الذي تطور وصولاً لعام 1950 بقانون الإجراءات الجنائية الذي معمول به حتى وقتنا الحالي. احنا كنا دولة قانون من 1875. المفارقة ان ده كان خلال اول 75 سنة. بعد 75 سنة اخرى النهاردة المجلس يناقش مشروعا لقانون الاجراءات الجنائية يتواءم مع الدستور ويتواءم مع كل المعايير الدولية في تحقيق العدالة الجنائية. وليكون مجلسنا ولأول مرة يقر إن شاء الله ويصدر بخاتم شعار الجمهورية لتكون الدولة الوطنية المصرية والجمهورية الجديدة هي التي تور الثاني لله. الحقيقة اتشرفت بالحضور في جلسات الحوار الوطني وتقدمت بالعديد من التوصيات، وفي دعوة سيادتك لقيادات الأحزاب والقانونيين وغيرهم وكذا تقدمت بعدد من المقترحات ومناقشات اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. والحقيقة هذا الكتاب وهذا القانون قد تضمن أغلب وجل الملاحظات التي تم تقديمها. في أمرين مهمين أنا حابب أشير إليهم من كل المناقشات اللي أنا يعني حضرتها بعد إتاحة المشروع أو من مسودة المشروع. أولاً أن المسودة الأولى بعدها تم فوق 60 تعديل بناءً على طلبات وتوصيات كل مجتملات المجتمع المدني المصري. في عجالة تفضل بناء. في بعض من تقدم بعدد من الانتقادات لتلك المسودة لم يكن قد اطلع على تعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. أيضاً والمفارقة عجيبة هنا، عدد من الملاحظات وعدم الموافقة على المشروع الجديد استندت إلى نصوص معمول بها في القانون الحالي، بمعنى مختلفين مع مجموعة من النصوص المعمول بها في القانون الحالي وبالتبعية رافض القانون الجديد اللي فيها تلك النصوص. طب ازاي؟ الحقيقة في أمرين مبشرين في هذا الأمر الحقيقة يعني أسلجوا صدورنا جميعا. تكرار سيادتك أن باب المقترحات مفتوحة في الجلسات العامة. ثانيا من يعلم آليات وضروب مجلس النواب في ثواني فقط، يعلم أننا حتى بعد إقرار هذا القانون الذي بمثابة دستور ثاني للبلاد والذي أول قانون يتم إقراره ومصر تنعم بالنظام الجمهوري بعد نفضت عن كاهلها غبار النظام الملكي، عندنا حاجة اسمها قياس أثر تشريعي علشان نقيس الواقع مع النص التشريعي، وده آليات مستمرة فيها. الحقيقة النهاردة أوافق على هذا المشروع وأسأل كل زملائي في مجلس النواب بالموافقة عليه، وبشكر حضرتك لأن هذا إنجاز كبير. أعتقد الدولة الوطنية المصرية ليس فقط من 2014 محتاجين لهذا القانون، ولكن منذ إعلان الدولة الوطنية المصرية لنظامها الجمهوري. شكرا لسيادتك. شكرا. سيادة النائبة أميرة أبو شق. شكرا معالي الرئيس. اسمح لي في البداية أن أبدي رأيي من حيث المبدأ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية من منظور التقدير والعرفان للسابقين أولا ثم القائمين على هذا العمل ثانيا. بالنسبة للسابقين، مشروع أو قانون الإجراءات الجنائية الحالي ترأس لجنته الفرعية من 75 سنة علي العرابي باشا، وهو قطب وعلم من أعلام القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع السنهوري باشا في قانون المدني والعشماوي باشا في قانون المرافعات.
أنا النهاردة بعد 75 سنة لما بعدل أو بغير القانون برمته، أولاً ذلك لا ينتقص من علمهم ولا من الجهد المبذول آنذاك، بل بالعكس تحية تقدير وإجلال واحترام على قانون ظل معمولاً به طيلة 75 سنة. أما وده بيؤكد على مبدأ مرونة القاعدة القانونية، أن القاعدة القانونية عندما يطرأ على المجتمع مستحدثات يجب أن تكون القاعدة القانونية مواكبة لتلك التغيرات. أما في الشق الخاص بالقائمين على هذا المشروع الآن، فالتاريخ هيكتب بسطور من ذهب أن مشروع القانون إذا صدر وكان وأصبح قانوناً يعمل به، ترأس مجلس نواب مصر آنذاك الفقيه الدستوري المستشار حنفي جبالي، لأنه أنا أعتقد مش اعتقاد ولكن يقيناً أنه بذل جهد يفوق كل جهد مبذول في جميع القوانين السابقة، وكان هذا جهد صدر مشروع القانون أعتقد لن يشوبه أي قصور أو عدم. أما التقدير والاحترام والعرفان الآخر ذلك للمستشار الفقيه أيضاً المستشار إبراهيم الهنيدي، وهو رئيس اللجنة الدستورية، فتحية تقدير واحترام وإجلال له على الجهد المبذول، وكذلك رئيس اللجنة الفرعية الأستاذ إيهاب الطماوي على ما بذله. والحقيقة أنا بس بشكر من زاويتين، الزاوية الأولى شجاعتهم، هم تصدروا مشهد لم يتحمل أحد من قبل أنهم يتصدروا هذا المشهد، وتحملوا ما لم يتحمله أحد من انتقادات على الرغم من حيادتهم التامة في تناولهم لمشروع القانون. أما الشكر والتقدير والعرفان الآخر هو حسن وفن إدارة الجلسات، أنا حضرت معظم الجلسات وكانوا يستمعون للانتقادات قبل التأييد، فتحية تقدير وإعزاز واحترام لكل القائمين على هذا العمل. وبالتالي فأنا أوافق من حيث المبدأ، ولكن هناك العديد من التعديلات الجوهرية اللي إن شاء الله أثناء مناقشتنا لمادة مادة سأتعرض إليها، وبذكر نفسي قبل أن أذكر أي نائب آخر إن في كده مقولة: لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. في ناس قعدوا يفكروا في كل ما فقد في هذا المشروع وأهملوا كل ما وجد في هذا المشروع. وبالتالي سيادة الرئيس، هذا مشروع قانون يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة، ووافق من حيث المبدأ على هذا المشروع. شكرا سيادة النائبة أميرة أبو شقة على هذا الرأي السديد في مشروع القانون، وإن كان هذا ليس جديدا عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل سيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي شهدت له هذه القاعة العديد من الآراء السديدة في مناقشات المجلس. شكرا جزيلا. بعد ذلك سيادة النائب هشام الحصري. شكرا مع الرئيس. الحقيقة هذا القانون أخذ حيز كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، والحقيقة لولا وجود سيادتك على هذه المنصة ما كناش هنقدر نصدر أو يعني نقترح قانون بهذه الجودة. الحقيقة هذا القانون بيعالج مشاكل قانون صدر سنة 1950 وهو قانون الإجراءات الجنائية الساري الآن. هذا القانون تغلب على أغلب المشكلات التي كانت موجودة في القانون السابق، راعى الحريات الخاصة بالمواطنين، كفل ضمانات للمتهم أثناء تواجده سواء في التحقيق في الشرطة أو في النيابة العامة أو أثناء محاكمته. كل هذه الضمانات الحقيقة بتصب في مصلحة المواطن المصري اللي الحقيقة بينعم بحرية لم نشهدها من قبل في ظل قيادة سياسية واعية كان لها الدور الأكبر في دعم هذا التوجه. الحقيقة أنا بشكر اللجنة على مجهودها الكبير اللي تم، بشكر معالي النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بشكر سيادة النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية الحقيقة لأنه بذل مجهود كبير جدا خلال فترة المناقشة،
فترة المناقشة يمكن استمرت قرابة السنتين، وده يدل على ان القانون اخذ جهد كبير جدا، وان شاء الله نتمنى انه يصدر قريبا من اجل معالجة كل اخطاء القانون السابق. كمان ايضا بشكر معالي المستشار محمود فوزي الحقيقة على تواصله الايجابي في اثناء المناقشة، وبهنيه بتولي منصب وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل الاجتماعي. الحقيقة أنا بناشد كل السادة النواب بالموافقة على هذا المشروع، وأنا بوافق على المشروع من حيث المبدأ، وبشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا سيادة النائبة إيرين سعيد. شكرا سيادة الرئيس لمنحي الكلمة، والحقيقة كل الشكر لسيادتك وللجنة الفرعية اللي تعبت كتير جدا في الأجازة البرلمانية، ويمكن أنا حالفني الحظ أن أنا أحضر بعض الجلسات والمناقشات اللي بتدور لساعات طويلة، فيها طرح كافة السيناريوهات من كافة الجهات، وكان فيها الحقيقة يعني صدر رحب جدا من كافة الجهات لسماع كافة الأطروحات اللي ممكن تكون واردة على بند بند ومادة مادة. وقبل ما أتجرأ وأطلب الكلمة لهذا القانون، الحقيقة أنا قريت في عجالة القانون بند بند، وحاولت ولأني غير مختصة أفهمه قدر الإمكان. هو قانون محترم جدا. فكرة خروج هذا القانون من المجلس ده يعتبر تاج يتوج أعمالنا، اللي هو يوضع على صحيفة أعمالنا كنواب، يسجل فيه شرف ان احنا اشتغلنا في هذا القانون. ده شيء يشرفني ويسعدني جدا. القانون الحقيقة فيه مميزات كثيرة جدا. فكرة وجود انه في حد لتشابه الاسماء ده امر هام جدا. كم من اعمال درامية بنيت بس على فكرة تشابه الاسماء والحبس الظلم، وناس فقدت حياتها تماما بسبب هذا الامر. وضع حد اقصى للحبس الاحتياطي امر يعني كان مطلب داخلي وخارجي، وده شيء حميد جدا. حقيقة أنا وأنا بقرأ القانون دايما ببص على الجانب الإنساني، وجود دعم ومساعدة لذوي الإعاقة، ويمكن اللجنة كمان تفضلت بإضافة المسنين، أمر إنساني جدا وأمر محمود جدا، ويمكن يطفي على هذه العملية اللي بتعتبر صعبة جدا على المتهم مزيد من الإنسانية. أنا يمكن أتمنى كمان إضافة مرضى الأمراض المزمنة زي السكر اللي بيحتاجوا يمكن طبيعة معاملة خاصة. تفضل. وخاصة في ظل ظروف قاسية زي التحقيق، تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية ده أمر هام جدا، ومواكبة العصر في كل حاجة ده شيء حميد. ولكن سيادة الرئيس، إجراءات ورقمنة غير مكتملة هتوقعنا في مشاكل كتيرة، فلابد أن يكون البروسيس أو العملية بتاعة التقاضي والإجراءات الأونلاين عملية محكومة جدا ومضبوطة جدا، عشان ما يبقاش فيها يعني أي قلق أو ظلم لأي طرف من الأطراف. حق الصمت طبعا وندب محامي أمر إنساني جدا، ويحقق الكفالة أنه المتهم يقدر يعبر عن رأيه بشكل مختص. ولكن سيادة الرئيس اسمح لي أنا أتكلم بلسان المتهم. أنا طبعا أوافق على القانون كنائب، أنا أتشرف بده جدا، ولكن أنا عندي بس كم تعليق من متهم غير مختص. الحقيقة التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدا. بناء عليه بس عشان حاضر سيادة الرئيس، خلي إذا كان هناك أمور تتعلق بالتعديلات هيأتي. لا مش تعديل سيادة الرئيس، بس أنا عايز أقول حاجة بسيطة. الضبطية القضائية الغير المؤهل وغير المختص بيعرضنا إحنا كصيادلة أطباء لمشاكل كتيرة. إحنا زرنا في المستشفى موظف عين معاه الضبطية القضائية، حرز حاجات من الصيدلية عهد عندي وخدها ومشي، اكتشفت ان هو المفروض بيفتش على المخازن. عدم اظهار الهوية والزامه بذلك ووجود نص يجيب له ان هو يكمل الاجراءات ويصح له الاجراءات بدون اظهار الهوية ده امر يزعجني كثيرا. في حاجات كثيرة في التعديلات مش أخوض فيها سيادة الرئيس، ولكن طبعا أدعم هذا القانون وأؤيده. شكرا جزيلا. سوف يكون المجال مفتوحا طبعا عند تناول التعديلات وفق رؤى حضراتكم. سيادة النائب مجدي ملك. شكرا سيادة الرئيس.
حقوق إنسان، حريات، عدالة لا يمكن لمشرع إصدارها أو لنظام تطبيقها إلا إذا كانت الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على الوصول إلى السلام الاجتماعي، إلى الاستقرار الأمني، إلى الاستقرار السياسي، وهذا ما يحدث في الدولة المصرية. في الحقيقة أيضاً لا يمكن الشعور وتطبيق هذه القيم إلا إذا كانت الدولة المصرية تمتلك مجتمع به شعب يقدر هذه القيم ويحافظ عليها. في الحقيقة ما قدمه الشعب المصري من عام 2011 حتى الآن ويقدمه مساندة لهذا الوطن يعزز من قدرة هذا الوطن ومؤسساته على إصدار التشريعات التي تعزز الحريات. بدأنا بإلغاء قانون الطوارئ بعد مرور 40 عاما، إصدار تشريعات تعزز من حريات المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم يكلل المجلس الموقر بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة مستشار جليل أقدم له كل الحب والاحترام والتقدير، وأقدم أيضا إلى اللجنة المشتركة كل الاحترام والتقدير على جهودهم، وإلى اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكل أعضائها على الجهد المبذول. في الحقيقة سيادة الرئيس ليس سرا أنني كمشرع ونائب في هذا المجلس لم أحلم طوال 9 سنوات بأن يكون هناك تكبير وإصدار لقانون جديد 540 مادة بعد 75 سنة. أقصى طموحي وطموح المشرعين أن يكون هناك تعديل، واليوم تغيير. شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يعزز الحريات، الذي يعزز تطبيق العدالة في وطن ويستحق منا الكثير والكثير، ولشعب يستحق الأكثر. شكرا لسيادتك، شكرا للمجلس الموقر. شكرا. سيادة النائب أحمد علي. شكرا معالي الرئيس. الشكر موصول للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار الجنيدي. الشكر موصول للجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، لجنة اللي استمر عملها أكثر من 14 شهر. حقيقة احنا أمام قانون عفى عليه الزمن، صدر 1950، مر عليه أكثر من 74 عاما، مر على دستوره قرن من الزمن في ظل دستور 23. مشروع القانون الإجراءات الجنائية 540 مادة، 92% من مواد قانونه تم التوافق عليها، وأقل من 8% من القانون مواد القانون كان فيها اختلاف وجهات النظر. الحقيقة أنا عايز أتكلم في أمر سياسي مهم جدا فيما يخص مسألة الاختلاف وجهات النظر. واحد القواعد اللي قررها الاتحاد البرلماني الدولي عن مسألة التوسع المناقشات في مسألة أصحاب المصالح، كافة المناقشات التي تمت في القانون من اختلاف وجهات نظر هي بتعبر عن مصالح من ينتمون لها من الأطراف المتداخلة في القانون، والحقيقة دي ظاهرة صحية جدا بتؤكد أننا أمام مجتمع منظم سياسيا، وكلما كان المجتمع منظم سياسيا كلما ذلك دعم تأكيد ديمقراطية المستقرة. قانون فيه عدد من المواد المستحدثة الهامة جدا جدا، مثل تقليص وتقليد مورد الحبس الاحتياطي، تنظيم مسألة المنع من السفر، أيضا حاجة مهمة جدا هو دمج التكنولوجيا في منظومة العدالة، لأن هناك في تطور تكنولوجي، هذا التطور التكنولوجي أثر على أدلة الإثبات. أيضا في حاجة مهمة جدا إلغاء باب الإكراه البدني، وفي تقديري ده تطور مهم جدا في مفهوم السياسة العقبية وبيتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقتها القيادة السياسية. أيضا القانون خلق توازن ما بين أطرافه المتداخلة وخلق توازن ما بين فضل أكمل في عجالة بس لو سمحت.
خلق توازن ما بين الحقوق والحريات وحق الدولة في تحقيق منظومة العدالة. أيضا القانون استحدث فكرة مهمة جدا وهي فكرة الإعلان الإلكتروني الهاتفي للأحكام الغيابية، لأن دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا وبيتم التنسيق فيها مع الأحوال المدنية. إجمالا أنا بوافق على المشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرا يا رئيس. شكراً.